اولا انا طارق تعاملت معاه في هذا العمل ديال شاهد قبل الحتف، ما شفتش شهادة لله، ما شفتش عليه في هذا الشيء اللي كنسمع، هذا الشيء اللي هذه الاشاعات اللي تلقات وهذا الشيء ما كايناش، انا ما شفتش هذا الشيء، ما كاينش لحد. كانوا معنا بنات جميلات ظريفات، كانت معنا احلام الزعيمي، كانت معنا كوثر، كانت معنا رجاء، كانوا معنا، ما كاينش هذا الشيء. الولد كيجي يدير خدمته، كيحترم الوقت، كيجي لان سمعت انا على طريق كاينين شي وحدين كيطلقوا دائما على بعض الفنانين، كيشوفهم بداو ينجحوا ولا هذا، يطلقوا عليهم اشاعات انه ما كيلتزمش بالوقت، ما كيحترمش هذا، هذا الشيء كله ما شفتوش انا في طريق. شهاده لله، الولد راه كاين في الدنيا كلها، ولكن هذا الشيء انا ما نقدرش نشهد انا بشي حاجه اللي ما شفتهاش، ما نقدرش. ما كاينش هاد الشيء. اخلاق هذاك الولد انا شفتو كيفاش كيتعامل مع الممثلات، وكاينين ممثلات اللي قلت لك كل وحده، كاينين ممثلات مزوجات، كاينين ممثلات عازبات، ولكن ما كاينش هاد الهضره ما شفتهاش نهائيا بطريق. لو كان هاد الشيء راه حشومه اننا نبداو نشروا الغسيل ديالنا، لان كل واحد راه عنده مشاكل، وكل واحد فما كاين لاش الواحد يبدا يدير بغي يدير البوز على ظهر واحد اخر. ولكن هذه راه ماشي طريقه، هذه طريقه غير اخلاقيه، ان الواحد يطيح الباطل على شي واحد يقول له درتي ليا وفعلتي ليا وهذا لا لا، ما يمكنش باش تدير البوز على ظهره. لا، انا نجات كنعرفها، مثلت معايا في اعمال، فهي بنت طريفه، ما فهمتش انا هذا الشيء اللي وقع بيناتهم، ما فهمتش كيفاش هاد القضية، ما فهمتهاش. يعني أنا جات، أنا كنعرفها ممثلة زوينة، وكانت غادا كانت غادية مزيان، أخيرا كانت غتشتغل معايا في واحد العمل ديال عهد بن سودة، وما عرفتش شنو المشكل اللي كان وقع بينها وبين الإنتاج، بين المنتج هو وهي. ديك الساعة قالت على بشرى، أنا شهادة لله بشرى أهريش ما كانتش كاينة في التوزيع، ولكن وقع شي مشكل بينها وبين المنتج، فاستغناو عليها ولا هي استغنات عليهم، ما نعرف شنو وقع. المهم انا حتى اخر لحظه جابوا بشرى، شهاده لله. ما نقدرش ما نقول لكش هذه ما كايناش، ما قطعت لها رزق، حتى واحد ما كيقطع رزق شي واحد، الله اللي ما كيبغيش لك شي حاجه راه ما كيخليهاش لك. صافي، ما كايناش هاد الهضره، لان بشرى انا شاهده انها ما كانتش كاع في الكاستين بشرى، كانت نجت خير الله وجات في اخر لحظه، يعني بقات لواحد المده قليله وما بقاتش كاينه نجات، عيطوا لبشرى صافي. ماشي على بشرى، هي الانتاج، هي مديره الانتاج ولا شنو باش تقطع عليها تاخذ لها دوره؟ ما كاينش شي واحد كياخذ دور الاخر ابدا ابدا. مربي اخلاق، الحق هو لله، كيحترم الوقت، كيحترم الممثلين، كيحترم المخرج. انا كنشهد بداك الشيء اللي شفت، وراه اشتغلنا شهر مع بعضياتنا صباح مساء، فما كانتش شي حاجه منه كتصدر منه شي حاجه نهائيا، بهذا لله.